ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم كيد ساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض سحر المحبة، وطبعا يعني تحدثنا فيه حديث كبير جدا، وقلنا ان سحر المحبة ده من اشد اعراضه ان هو بيدمر الانسان او بيدمر الكلى، ويبقى ده خاصة عند الازواج، يعني اللي هي اكتر الاعراض بتظهر على الزوج، لان الزوجة بتبقى من السهل عليها انها تشرب لزوجها السحر في اي مشروب ان كان، فيبدأ الاعراض تظهر عنده بصورة قوية. ليه؟ لان السحر هو شربه دخل على الكلى، ابتدى يدمر في خلايا الكلى، وابتدى يحصل عنده اعراض على طول، اللي هي طبعا بولينا بترتفع، او مثلا ان عنده انسداد في البول، عنده حرجان في البول، عنده كذا عنده كذا، لما يوصل لاخر خالص الدكتور يقول له خلاص انت هتغسل الكلى، وللاسف ان هو بيستسلم بسرعه للموضوع ده هوت، ويبدا على طول بيروح عند الاطباء ويوصل انه خلاص يغسل الكلى ويعيش طول عمره بمرض الفشل الكلوي. لكن هو لو 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 يعني الموضوع وصل معاه لكده، يشوف الاعراض اللي عنده الاول اللي احنا اتكلمنا عنها، وقلنا ان سحر المحبه ده من اول خصائصه ان هو تاثيره كله على الكلى، لان من السهل ان الزوجه تشرب زوجها السحر عشان يبقى زي ما بيقولوا زي الخاتم في صباحها، او يسمع كلامها في كل شيء، او هي تبقى دنيته كلها ما يشوفش حد غيرها هي، يكره اهله ويكره الناس كلهم، او يحبها هي لوحدها، فتبدا على طول الزوجه تعمل سحر المحبه ده لزوجها عشان خاطر تمشيه وراها ويسمع كلامها. لكن للاسف ان هي لو تعرف ان هي بتقتله، وان هي هتجابر ربنا بدم زوجها دهوت، لان ده من هو اداها الامان، واداها عهد الامان ان هي تصون عرضه وتصون شرفه وتصونه في صحته وتصونه في اولاده وتصونه في كل شيء، فهي للاسف ان هي ضحت باعز شيء اللي هي حياه زوجها بنفسه، وراحت للشيخ عشان خاطر الشيخ يخلي لها زوجها زي الخاتم في صباحها، وهي ما تعرفش تاثير اللي هي هتعمله ده ايه على زوجها، فابتدت تعمل له سحر المحبه، وسحر المحبه ده بيدمر طبعا حياه الاسره كلها، وبيدمر زوجها، وهي بتهدي الكيان ده بنفسها يعني بزعم انها خلاص انها هي انا بنعمل له عشان خاطر يحبني، انا بنعملش بخراب يا عم الشيخ، لا ده انا بنعمل له عشان خاطر يحبني، دي حاجه بسيطه بس بنعملها له عشان خاطر يبقى في الفه بيننا وكده. لكن للاسف ان هي بتلجا للالفه مع زوجها بشيء غير مشروع او شيء غير اللي قدره ربنا، فعشان كده ربنا بيضرها بهذا الشيء اللي غير مشروع ده هو بفعل السحر لزوجها، وبتدمر بيتها واسرتها واولادها، بتكون النتيجه طبعا انها بتضحي بنفسها وتلقى الله تبارك وتعالى بدم زوجها. عشان كده بننصح بنقول يا جماعه اي حد يقول لك روحي اعملي لزوجك اي شيء من الحاجات ديت، او حتى على الاقل بس دي ورقه هتحطيها له، او هاتي حاجه من قطر وانا هنخلوه لك يسمع كلامك، او اعملي كذا واعملي كذا، اتقي الله في نفسك وروحي دوري على شيخ يكون بيعالج صح، وانقذي زوجك من اللي انت عملته له، وطلعي له السحر اللي هو عنده. زي ما الناس كتير بتجيلي في المركز دلوقتي لما نتكلم عن الموضوع ده، هو يمكن كل اسبوع 5 6 حالات بيجوا يقولوا احنا فعلا رحنا للشيوخ وعملنا كذا لازواجنا وعايزين نعالجوا ازواجنا، طب من غير ما يعرفوا. طبعا الموضوع بيبقى صعب انك تعالج انسان من غير ما يعرف انك بتعالجه، لكن اللي بيبقى سهل على الزوجه انها بتبدا تديله حاجات عشان ينظف دمه وينظف معدته من اللي فيها، لان السحر ده مرض وبيكمن في جسم الانسان عشان يدمر خلايا جسمه. عشان كده بننصح وبنقول انت لو انت عملتي له الكلام ده هوت، او رحت في يوم من الايام لاي حد، حتى اديتي قطر زوجك لاي حد، امك خالتك عمتك اختك، بس هاتي قطر زوجك عشان نعمل لك كذا، او هاتي بس حاجه من ريحته عشان خليه لك زي الخاتم في صباعك، اتقي الله في نفسك واعرفي ان انت عملتي سحر لزوجك وانت دمرتي حياه زوجك. فنصيحه كل اللي عملت كده، اتقي الله في نفسك وروحي عالجي زوجك عشان خاطر ما تدمريش حياته، لو هو الموضوع لسه في اوله معاه وما اثره لسه ما ظهرتش عليه،
اتقي الله فيه وروحي دوري دلوقتي، اصلا انت ممكن برضو الموضوع او الشيطان يوهمك يقول لك لا ده هو ده الشيخ راضي بيتكلم كلام مش معقول، ما زوجي زي العسل اهو ما فيهوش اصلا شيء وصحته كويسه، لا الموضوع مش بالصوره اللي انت فاكراها ديت، لا ده لو هو زوجك صحته كويسه وانت عملت له سحر اعرف ان دي قوه سحر معاه، او السحر اللي عمل له السحر ده ساحر كافر اصلي، عشان كده عامل السحر وكلف الجن والجن معاه من غير ما هو يحس ولا اثر على جسمه ولا اثر باي او ظهر باي صوره، فعشان انه ما يظهرش بالصوره اللي انت تلاحظيها او هو يلاحظها اعرفي ان السحر ده اقوى من اللي في دماغك، علشان كده الساحر مظبط الجن عشان خاطر ما يظهرش باي صوره ان كانت على المريض او زوجك، عشان خاطر يعرفه ان انت عندك مشكله، فما تديش الامان ان زوجك كويس قدامك مع ان انت عملت له سحر، لا هو ممكن بيدمر فيه حاجه تانية انت مش واخده بالك، وبتلاقي زوجك في الاخير ان هو نزل منك او ضاع منك من غير ما تحسي. طيب عشان خاطر برضو النهارده يعني عنوان الحلقه اللي احنا هنتكلم فيها السحر المنفوخ. يعني ايه سحر منفوخ؟ طبعا الناس بيقول لي يعني ايه سحر منفوخ يا عم الشيخ؟ إيه يعني بينفخوه كده مثلا على شيء او غيره، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ احنا عشان نفصل الموضوع ونبسط للناس اللي ما سمعتناش قبل كده الموضوع، عايزين ناخد نضرب امثله عشان خاطر الناس تقدر طبعا تستوعب الموضوع، مع ضرب الامثال يتضح المقال، فنضرب المثال عشان يتضح المقال، نضرب لك مثال عشان خاطر تقدر تستوعب الموضوع واللي انا بنقوله يقدر يوصل لك في دماغك. علشان خاطر نقوله سحر، السحر ده مرض، والمرض ده كأنه مرض انت كلته او شربته او اي فيروس دخل جسمك او اي ميكروب دخل جسمك، الاسحار ديت ده مرض وبيله انواع وله اهداف، بينتقل اعراضه ديت بتظهر عن كل نوع سحر لوحدها، يعني السحر المأكول له اعراض خاصه بيه، السحر المشروب له اعراض خاصه بيه، السحر المنفوخ له اعراض خاصه بيه، في اعراض داخليه واعراض خارجيه، في اعراض بتظهر لك اثناء النوم، واعراض بتظهر لك اثناء اليقظه، في اعراض بتظهر لك في شغلك، اعراض بتظهر لك في اكلك، اعراض بتظهر لك في شربك، كل دي اعراض تتجمع في وقت واحد مع نوع سحر معين، ممكن زي ما كان السؤال على الصفحه اللي بيتروج على طول، هو ممكن السحر الانسان ينعمل له كذا سحر؟ اه ممكن ينعمل لك ست اسحار زي ما احنا قلنا، ممكن يعمل لك سحر مأكول ومشروب ومدفون ومعلق ومنفوخ ومرشوش ايا كان نوع السحر اللي عندك، بس كل نوع سحر من دول بيبقى له جن معين او جن مكلف فيه. الساحر عشان يعمل لك سحر على سحر بيسأل الاول الجن اللي معاك او قرينك نوع الجن اللي معاه ايه وقوته ايه، علشان كده يبدأ يديله او يبعت له جن اقوى من اللي عليك عشان يقدر يسيطر عليك ويقدر يكون رقيب على الجن اللي معاك، حتى لو هو مش عامل السحر، يعني مثلا ممكن تكون انت معمول لك سحر من فلانة مثلا، تمام، او معمول لك سحر من فلان مثلا، فيبدا الساحر عشان خاطر يبعت لك جن، فالجن ده رايح ارض لسه فضاء ما يعرفش ايه اللي فيها، فيبدا يسال قرين اللي هو رايح يعمل له السحر دوت، يقول له ايه اللي عندك، انت ايه نظام الانسان اللي قدامي دوت، بينام امتى، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيحب ايه، بيكره ايه، بيشتغل ما بيشتغلش، بينام ما بينامش، كل الحاجات ديت بياخد داتا عنه علشان خاطر يقدر ينفذ له السحر. طيب القرين الانسان دوت قبل ما الجن ده بيساله بيقول له طب انا عندي جن تاني معاك، يعني بيقول له اه ده في جن تاني معاك معمول له سحر مأكول مثلا، فيبدا الجن اللي هو رايح يلبس او رايح ينفذ السحر دهوت يقول للساحر اه ده معاه جن نوعه كذا وقوته كذا بناء على كلام القرين اللي معاه، عشان كده بنقوله ان القرين ده يختلف عن الجن، والقرين ما بيتعبش حد ولا بيخلي حد يصوت ولا بيعمل سحر لحد ولا شغلته دي اصلا، لكن القرين شغلته اللي ربنا كلفه بيها هي الوسوسه فقط، انه يوسوس لك عشان يبعدك عن طاعه الله وعشان يدخلك النار، لكن ملوش دعوه بموضوع سحر او غيره، لكن القرين بيفرح ان انت عمل لك سحر، بينبسط ان عمل لك سحر عشان خاطر يبقى له جن معاه ويبقوا هما الاثنين عليك، واحد بيدمر في جسمك وفي حياتك والتاني بيأثر على تفكيرك وعقلك علشان خاطر تبعد عن طاعة ربنا ودمروا حياتك هما الاثنين. يبقى الساحر بيسأل الاول بيستفسر هل ده معاه جن ولا معاهوش، بيلبسك جن اقوى من اللي عليك عشان خاطر بيعمل لك سحر، لو كان مأكول يعمل لك سحر مشروب، لو كان مشروب يعمل لك سحر مدفون، لو كان مدفون يعمل لك كذا، طبعا كل حاجة من دول لها طريقة في صنعها مع الساحر، ولها طريقة في كفر الساحر، ولها طريقة في قوة الجن اللي بيلبس المريض، علشان كده بنضرب بنقول ان الموضوع السحر ده يا جماعة مش موضوع انك تروح الشيخ يقرأ عليك ايتين قرآن ويقول لك يلا انت خفيت، او اقرأ ورد معين، او اقرأ من كذا لكذا، او اعمل كذا، لا
ده كله القراءة والتشطيف والكلام ده كله، وانك تدهن او تقول ورد معين، كله ده كلام كويس وكلام زي الفل، لكن ده علاج للجن ولكن ليس للسحر. تمام؟ يبقى القراءة ديت للجن، انك تقرأ عليه عشان تأثر على الجن اللي هو مكلف بالسحر، لكن انت متأثرش على السحر في شيء نهائيا. عشان كده بنقول لك ان السحر ده شيء محسوس غير عاقل، ما بيفهمش يعني ايه قرآن، ما بيفهمش يعني ايه ورد، ما بيفهمش يعني ايه انك تعمل اوراد، ما بيفهمش يعني انك تصلي، ما بيفهمش، هو مش قصته ديت. لكن دي مادة مرض دخل جسمك، انت شربته او كلته، مش فاهم يعني ايه قرآن، مش فاهم يعني ايه اذكار، مش فاهم يعني ايه اصلا شيخ، ولا فاهم يعني ايه دين، لان شيء غير عاقل. لكن مين العاقل ومين اللي بيقدر يستوعب يعني ايه سحر، او يعني ايه قراءة قرآن، او يعني ايه ورد معين، او يعني ايه اذكار، او يعني ايه شيخ هيقرأ عليا، كل ده مين؟ اللي هو العاقل، اللي هو ربنا خلقه معاك، عقله زي عقلك ويمكن اشد من عقلك كمان، لان الجن ده ذكي جدا. تمام؟ هو تافه فعله، يعني الجن اتفه مما تتخيل، لان هو بيستعين عليك بابليس، او ابليس بيستعين بالجن عليك هو الساحر. فالجن تافه لكن ذكي، بيفكر امتى نعمل لك العرض الفلاني، امتى ما نعملوش ليك، امتى لو هتحس بالموضوع او هتحس ان في عندك سحر، امتى نخف عنك شويه، امتى نتجل العيار عليك شويه، امتى نتعب لك معدتك، امتى ما نتعبهاش، امتى نخلي عندك صداع، امتى ما نخليش، امتى نخلي رجليك تتعبك، امتى ما نخليش. كل ده بيبقى بخطة معينة من الجن عشان خاطر يقدر يأثر أو يقدر يسحب الإنسان اللي هو مسحور، عشان يقدر ينفذ الخطوات اللي جاي له عليها الساحر بالتفصيل، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، علشان خاطر أنا بنعمل مقدمة ليه؟ عشان خاطر نتكلم عن السحر المنفوخ. السحر المنفوخ ده هو لا هو مأكول ولا مشروب ولا مدفون ولا معلق ولا منفوخ. فالسحر المنفوخ ده هو له طريقة في عمايله. ايه الطريقة اللي في عمايله ديت؟ لأنه بينتمي للفصيلين، يعني هو فاصل بين الاثنين، فاصل بين السحر اللي هو داخل الجسم زي المأكول والمشروب، وبين السحر اللي هو خارج الجسم اللي هو معلق او مدفون او مرشوش او منفوخ. تمام؟ دول اربع انواع سحر زي ما احنا قلنا، اللي هم خارج الجسم، ممكن يكون منفوخ على نجمة، يبقى ده سحر فاصل بين الاثنين، لا هو داخل الجسم ولا هو بره الجسم، بيطال بيعلق بي او بيكلف بيه جنين، جن مكلف بيك انت وجن منفوخ على المكان اللي انت نعمل لك بيه السحر. طب ايه الاشد؟ ان يجتمعوا هما الاثنين في صورة واحدة. ازاي يجتمعوا هما الاثنين في صورة واحدة؟ ان السحر ده ينفخ على اكل او شرب، يبقى السحر دوت له جن خارجي وجن داخلي، تأثيره على الجسم قوي جدا وتأثيره الخارجي قوي جدا برضه. لكن احنا عشان الناس تقدر تستوعب الكلام اللي بنقوله، الاسحار دي نوعين، سحر داخل الجسم بس ملوش علاقه بره، تمام، وسحر جوه الجسم وبره الجسم. زي اللي داخل الجسم زي ايه؟ زي السحر المشروب والمأكول. المأكول والمشروب ده بيبقى قوي تأثيره على الجسم قوي، لكن هو ضعيف في حله او سهل في حله. تمام؟ لكن السحر اللي هو بره الجسم اللي زي المدفون او المرشوش او المعلق مثلا او المنفوخ على شيء بره، ده بيبقى خارج الجسد وجوه الجسد، بيبقى قوي جدا في تأثيره الخارجي لكن ضعيف في تأثيره الداخلي، يعني تأثيره على الانسان يبقى ضعيف، لكن هو العقدة القوية بتاعته بره الجسم. تمام؟ فبيبقى بمثابة ايه؟ كأن في وتد او في عمود ارسال قوي عنده اشارات بيبعتها للجن اللي هو لابس الانسان ده، هو بيبقى القوه بتاعته خارجيه بره الجسم والعقده اللي اضعف جوه الجسم. طيب السحر اللي هو ماكول او مشروب بيبقى له قوه واحده بس اللي هي داخل الجسم، لانك كلت الطلسم السحر بس، كلت الطلسم او شربته بيبقى داخل جسمك بس مش براه. فبيبقى السحر المأكول والمشروب اللي هو داخل الجسم يبقى سهل في علاجه لكن قوي في اعراضه على الانسان، زي ما بنقوله ان الانسان لو كل سحر بيدمر معدته بسرعه، طب الانسان لو شرب سحر بيدمر الكلى بسرعه، فبيبقى تاثيره قوي على الجسم نفسه لانه مباشر على جسم الانسان. طيب لو هو خارج الجسم نفسه زي مثلا معلق او مدفون او مرشوش مثلا، بيبقى قوته خارجيه، تاثيره على الجسم ضعيف لكن في حله صعب جدا. يعني عشان برضو نقدر نوصل لك الموضوع، ان السحر اللي هو خارج الجسم اللي هو مرشوش او معلق او مدفون او منفوخ على نجمة او منفوخ على سمكة او منفوخ على اي شيء، ده بيبقى قوي او صعب في حله. ليه صعب في حله؟ لانه بيكلف فيه جنين، جن داخل الجسم وجن بره، قوته خارجية مش قوة جوه الجسم نفسه، بيبقى صعب على المعالج انه يقدر يعالجه او يقدر يتوصل له، غير يكون معالج محنك ويكون عارف هو بيعمل ايه او بيعالج ايه. اتصال استاذ علي.
عليكم. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ ربنا يكرمك، اتفضل. معلش يا شيخ، والله في سؤالين كده. هل ممكن يا شيخ حد يعني اللي بيقول التحصينات باستمرار والاذكار الصباح والمساء وكده يعني ممكن يوصل له السحر وهو بيقول التحصينات او الاذكار او كده؟ تمام. وهل ممكن حتى لو وصل له مثلا السحر، هل التحصينات والاذكار اللي ممكن يقولها وهو عنده سحر بيكون لها تأثير ولا ملهاش؟ دي جزاك الله سؤال يا خير. شيخ الاولاني. معلش جزاك السؤال بس الله. الثاني، حضرتك يا شيخ لو انت شفت واحد مثلا يعني عنده سحر، او مثلا ايه الظواهر الاساسيه 1 2 3 اللي تشوفها على شخص معين تقول عليه ان هو دي خلاص مسحور، بصرف النظر عن كل الانواع اللي هي موجوده، انواع الاسحار؟ تمام. لان عاوز مثلا 1 2 3 اشوفها في شخص معين ايا كان، يعني اقول ده هو الشخص اللي عنده مشكله او عنده سحر، يعني تمام، ربنا اساسيات يحفظك يا فندم. اساسيات كمان. تمام. في اخر حلقه ان شاء الله احنا هنتكلم عن الاعراض العامه للسحر، اللي هي اول ما تشوفها على انسان حاجه من ديت او تكون موجوده عندك اعرف ان عندك مشكله. تمام، ان شاء الله نتكلم عنها سريعا، اللي احنا قلنا الاعراض العامه. اما موضوع، يعني نشكرك اخ علي عشان انت اسئلتك صراحه مهمه جدا وفي محلها، يعني الموضوع ان هو ازاي لو السحر او الاذكار بتحميك من السحر. فالموضوع عشان برضه ما يقولوش الشيخ راضي الاذكار ما بتحميش من السحر، لا، الاذكار لو انت جالك المرض نفسه التحصين مش هيفيدك. يعني واحد عنده فيروس مثلا، هل لو حصن نفسه من الفيروس التحصين ده هيفيده بشيء؟ لا. لكن لو هو حصن نفسه قبل ما يجيله السحر، لدرجه 90% انه بيبعد عنه السحر. طب نقدر نحصن نفسي ازاي يا عم الشيخ؟ 7 تمرات كل يوم الصبح، آية الكرسي بعد كل صلاة، الصلاة في أوجاتها، الوضوء على طول، يبقى أنا كده بنحصن نفسي من إن السحر يجي لي. طيب لو السحر جالك وأنت كلت وشربت وأنت واكل التمر السحر بينزل معاه. تمام؟ السحر ما بيقدرش يأثر عليه. طيب لو السحر جالك فعلا وأنت مش واكل تمر يبقى السحر هيفضل معاك، لكن الجن لو أنت جاي الأذكار بقى، يعني أنت كلت تمر وما قلتش الأذكار. تمام؟ يبقى لو كلت تمر السحر بيجي على طول كأن التمر بينزله بسرعة. تمام؟ طيب لو انت كلت السحر واكل السحر مثلا او واكل تمر وما قلتش الاذكار يبقى كده التمر هيتعامل مع السحر، لكن لو انت مش جاي، لو انت قلت الاذكار ومش واكل تمر يبقى السحر هيجي لك لكن الجن مش هيلبسك. عايز الناس ايه تستوعب الموضوع. هنقول تاني، هو لو انت واكل التمر يبقى التمر هيتعامل مع السحر بسرعه ينزله، مش هيقدر يتصرف في جسمك، مش هيقدر يتوزع او يروح في غذائك لجسمك، التمر هينزل او يفسد هذا السحر. طيب لو انت واكل تمر وما قلتش الاذكار يبقى التمر هيتعامل مع السحر. طب لو انت ما قلت الاذكار ومش واكل تمر يبقى انت هتاكل السحر والسحر هيفضل في معدتك زي ما هو، لما تجي لك يعني غفله عن الاذكار او تبعد عن ربنا شويه ولا شيء الجن السحر يلبسك. الجن السحر ده بمثابه كان انت هتدور السحر. تمام، يبقى خادم السحر ده كانه ايه؟ كانه مفتاح السحر. السحر هيفضل في معدتك زي ما هو، المعده مش هتمتصه، مش هيتحرك من عندك نهائيا، ولا هيروح ولا هيجي غير لما ايه؟ غير لما الجن يجيله ويبدا كان واحد دور عربيه ومشى، كان واحد فتح جهاز مفيروس، فيبدا السحر ينتشر في جسمك ويبدا يوصلك او يبدا يوصل زي ما الساحر جاي ويبدا يوصل هو عايز ايه بالظبط وايه الاعراض اللي عايز يعملها الساحر عند المسحور دوت. طب يا عم الشيخ، طب الاذكار مش هتحميني؟ الاذكار لو هتحميك من السحر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر وما يتخيلش ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول اذكار، وهو سيد العالمين وهو افضل البشر عند الله تبارك وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسحر عشان يبقى لنا احنا ايه. تمام، عشان يبقى لنا ايه للنبي صلى الله عليه وسلم سحر. تمام، طيب السحر اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يهيئ له انه يصنع الشيء ولم يفعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخيل له انه اتى اهله ولم ياتيهم. طبعا ده كله من ايه؟ من اعراض السحر على النبي صلى الله عليه وسلم. لما الملائكه تعاملوا مع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما اكتفاش برقيه الملائكه له، عشان الناس اللي بتقول ان انا هنقرا عليه قران ايتين قران والرقيه وبتاع هتنظف السحر من جسمك. لو النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برقيه الملائكه له وان الملائكه الموضوع خلص عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لستنا عائشه ان الله ادلني على ما فيه شفائي، يعني ادلني على العلاج نفسه ان انا عندي سحر، لان النبي ما كانش يعرف ان عنده سحر اساسا. تخيلوا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف انه عنده سحر وكان يهيئ له انه يفعل الشيء ولم يفعله. لعند ما لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد في الدعاء لله تبارك وتعالى، ربنا انزل الملائكه، واحد قاعد عند دماغه وواحد قاعد عند رجليه، وقال ما 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 لهذا الرجل؟ فقال احدهم انه مضبوب، يعني مريض. يعني طب ايه مرضه؟ قال انه ايه؟ قد صنعه له سحر لبيد بن الاعصم في مشط ومشط.
النشاط وفي جف طلع النخل وطبعا في البئر. عشان كده يبقى النبي عرف ان عنده سحر. ليه ما كانش النبي يعرف ان عنده سحر؟ لان السحر ما كانش منتشر في جزيره العرب حين ذاك. طيب استاذه شهيره، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. انا كنت مخطوبه شيخ راضي. ايوه معايا الشيخ راضي. اتفضلي سامعك، اتفضلي. ايوه الشيخ راضي، انا كنت مرتبطه مرتين وفي ميعاد معين في شهر 4 يعني قبل رمضان 4 5 بيحصل لنا انفصال يعني. تمام. وقبل وتملي احلم ان انا في امتحان ومش عارفه اجاوب فيه يعني. قبل ما يحصل كده تملي اكون في امتحان وانا الوحيده اللي قاعده في لجنه كده مش عارفه احل واكمل الورقه. تمام. واجابتي غلط واجابتي مش كامله. وقريب برضو حلمت ان انا مش داخله مثلا على امتحان ومش مذاكره، بقول يا ربي ده انا داخله على امتحان رياضه ومش مذاكره. طيب بتحلمي انك ماشيه حافيه؟ لا. طب بتحلمي انك طب غير امتحان انك بتجاوبي فيه بقى، ممكن يحصل لك الم في رجليك على طول؟ ممكن. في طب في ايام تشرب ميه كتير وايام لا؟ اليومين دول لا. طب في ايام تشرب ميه كتير وايام لا؟ ايوه. طب في تعب في المعده عندك؟ لا لا لا. طب دي لك تشنجات في رجليكي وانت ماشيه كده او وانت نايمه؟ لا لا. طب في خمول عندك على طول؟ يعني زي اي بني ادم. طيب الاعراض دي بتزيد عليكي في الشهر اللي انت بتسيبي فيه خطيبك؟ لا برضه لا. طب بس تملي احلم يعني ان انا خلاص يعني في امتحان ومش عارفه احل. بص يا اخت شهيره بقى، هو دي اعراض سحر مرشوش، ان انت مخطيه سحر. تمام؟ وطبعا احنا السحر المرشوش ده قلنا ان هو من اصعب انواع السحر لانه بيكلف بيه جنين. جن معاكي وجن عند السحر. تمام؟ فده واحد كانه معمول بمنبه في حياتك، اول ما يجي الشهر الفلاني حياه شهيره تضيع خلاص، خطيبها يسيبها، حتى لو انت متجوزه مثلا بقدر الله تبارك وتعالى تطلقي. طبعا ده بيبقى معمول بطريقه معينه موسميه، سحر موسمي يعني. تمام. فالافضل يا شهيره انك تيجي ان شاء الله نعالجوكي وان شاء الله تخلصي من ده ان شاء الله باذن الله. نشكرك. طب شيخ راضي معلش. اتفضلي. انا دلوقتي بفطر الصبح على التمر زي ما حضرتك بتقول، ما هو انت برضه يوقف ال بص يا شهير، انت بتفطري وانت عندك السحر يا شهير. ايوه. انت بتفطري على التمر وانت عندك السحر، زي ما كنت بنقول دلوقتي ان السحر هو خلاص دخل جسمك، فالتمر مش هيفيدك بشيء دلوقتي. تمام. لكن الاصل انك تنضف السحر ده من جسمك الاول، وبعد كده تاكلي تمر عشان تحصني نفسك من السحر اللي جاي، عشان لو حد عملك شيء تاني. وتمام يا شيخ راضي معلش انا اسف، تملي في الحلم الاقي نفسي تايهه في مكان مش عارفه اوصل. ده السحر المرشوش والله يا شهيره، دي اعراضه. موضوع بسيط، موضوع بسيط جدا معاك يا شهيره، خلي بالك. لكن هو عايز يعالج صح بس، يعني يروح لحد يكون فاهم هو بيعالج ايه. فان شاء الله باذن الله لو انت عايزه تعالجي على دماغنا ان شاء الله نعالجوكي ونخلصوكي من ده باذن الله، لان في غيرك كتير زي كده يا شهيره ومش عارفين ان عندهم سحر، وبروح للشيوخ الشيخ بيقرا عليه قران والقصه تنتهي عنده وخلاص. زي ما احنا بنقول دلوقتي ان القصه في علاج السحر مش قران فقط، لكن القران نعم يعالج، لكن يعالج مع طريقه علاج تانية، لانه بيأثر، لان هو بيأثر على خادم السحر، لكن السحر زي ما هو بجسمك بيأثر عليه لما تطلعي السحر نفسه او تفكي طلسم السحر من المعده او من جسم الانسان ايا كان نوع السحر. علشان كده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش ان هو ينظف، او ما اكتفاش برقيه الملائكه له وخلاص، قال ان خلاص فكيت من السحر وخلاص، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف ان السحر فين وراح هدم البئر وطلع السحر وهدم البئر في روايه يعني. وطبعا ايه يعني كانها رؤوس الشياطين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عائشه ان يعني اشكال النخل في المكان ده هو كرؤوس الشياطين، لانه اصلا في مكان موحش جدا، السحره دايما يعملوا السحر للشياطين في مكان موحش جدا عشان يبقى انتمائهم للسحر اقوى من انتمائهم لاي حد تاني. مين؟ استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عزيزي يا عم الشيخ، انا باجي في الشتاء يعني لما تبدا الشتاء كده بقعد من الشغل لحديه اول الصيف، بقى لها سنتين تتكرر معايا الحكايه دي. تمام. طيب هو انا بقى لما يعني يعني اللي هو السنه دي 2018 اللي فاتت، يا اما اروح الشغل يجي لي يعني ايه خنجه كده ماشي وزاج واحس بخوف واحس ان انا عايز اعيط وفي وحده، يا اما مثلا واسيب الشغلانه
واروح محل تاني مثلا الاجره ضعيفه مثلا صاحب الشغل كده يعني، وما بتكملش يعني، انت حتى اروح ب 14 شغلانه. عندك سخونه في رجليك وايديك على طول يا استاذ محمد؟ يعني بحس بنور في رجليا ساعات. طيب صداع؟ لا الصداع ده عادي ما بيجيش. نبض قلبك سريع تحس انك هتموت؟ مين؟ نبض قلبك تبقى سريعه تحس انك هتموت؟ سريعه دايما على طول. في تعب في المعده طيب عندك؟ يعني انا بكلمك دلوقتي وهي شغال. تمام ماشي يا استاذ محمد. بص محمد، وبعدين بسمع من الشيخ بعد اذنك، عندي يأس واكتئاب حتى، انا يعني تعبان خالص. تمام يا استاذ محمد. وبعدين رحت قبل كده يعني، بعد اذنك بس ممكن تسمعني؟ اتفضل. رحت للشيخ قبل كده يعني بالقرآن يعني زي حضرتك. تمام. ساعة ما دخلت تعب جسمي بدرجة فظيعة يعني، زي الشباب اللي اتعوجت اتعبت اتضاجت منه وتنرفزت مني، ومع اني كنت بحبه كده بس اتنرفزت منه، جسمي تعبني خالص، ولساني تعبني واتعبت. بص يا استاذ محمد، هو دي اعراض حسد قويه عندك وسحر الاثنين مع بعض. طب سحري يعني، انت سحري كده نوع ايه؟ معمول لك سحر بوقف حالي يعني، اعراضه ديت وحسد قوي جدا. يعني سحر مرشوش مأكول ما ايه يعني؟ والله الان هو الظاهر ان هو ان انت عندك سحر مأكول، لكن في ممكن يكون شيء تاني معاك برضه يعني، ممكن يكون في سحر مأكول وشيء تاني، لكن انت اللي يعني مأثر ما عليك بحب اقوى اتكلم من مع نفسي السحر كتير. يا استاذ محمد. اللي مأثر عليك اقوى من السحر الحسد صراحه، اه فالحسد قوي معاك. فانت في رقيه بتاعت شيخ سعود الفايز لو تسمعها مرتين ثلاثه في اليوم قبل ما تنام، دي هتفيدك جدا لما تتعالج. لكن انا معايا الاصل دكتور عندك برضه لازم العفاسي، تعالج السحر. سعود الفايز؟ اه. معايا دكتور العفاسي لا 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 والشيخ عبد الله السديسي. لا لا، اسمع رقيه الشيخ سعود الفايز جميله جدا، دي هتفيدك جدا ان شاء الله. نشكرك. طيب طبعا اعراض الحسد لما بتجتمع مع اعراض السحر تبقى قويه، ولازم يتعالج الاقوى منهم الاول. يعني انت لازم تروح لشيخ تعالج لك الاقوى منهم، لو كان السحر اقوى تعالج السحر الاول، لو كان الحسد اقوى تعالج الحسد وبعد كده تعالج السحر اللي عنده. طيب عشان نقدر نطلع بفايده من الحلقه، ان هو ان السحر ده مرض، ومرض موجود في جسم الانسان وله عقد في جسم الانسان، وممكن تشتغل في وقت ووقت لا، زي ما احنا بنتكلم اهو، كنا بنتكلم قبل الاخوه المتصلين اتصلوا بنقولوا ان السحر دوت ممكن يشتغل لك في وقت ووقت لا، ممكن يتعبك في ميعاد وميعاد لا، تبع طبعا امكانيه وعقليه الجن اللي عليك بيشتغل معاك السحر، وزي ما الساحر عايز الجن بينفذ هذه الاشياء. عشان كده بنقول ان السحر مش مجرد انك تروح الشيخ يقرا عليك ايتين قران، او يقرا عليك رقيه، او يعمل يقول لك اعمل كذا، او حصن نفسك بكذا واعمل كذا، يبقى كده القصه انتهت عندك. مش تقليلا من القران ولا من الاذكار، لكن انت كده بتضيع وقتك على الفاضي، لان القران والرقيه لها وقت بعد خروج السحر من الجسم. يعني الاول بتنظف السحر من الجسم وتطلسم السحر الاول، وبعد كده بتقرا الرقية، لكن ما تقرأش الرقية وتلسم السحر زي ما هو، يبقى انت كده بتضرب دماغك في الجبل، مش هتقدر تحل شيء اصلا، ولا هتعالج وتخلي الناس تفقد الامل في العلاج ويقولوا ان القرآن ما بيعالجش. لكن القرآن له طريقة في العلاج، لازم الانسان يكون فاهم يعالج ازاي بالقرآن. لو انت بتقول انا معالج بالقرآن، افهم الاول يعني ايه قرآن وبيعالج ايه، عشان تقدر تفيد الناس ما تضرهمش وتخليهم يفقدوا الامل ان في علاج بالقرآن اصلا. امين. ابو احمد، ابو احمد ازيك يا كابتن اتفضل راضي؟ اتفضل. ازيك فضلك، انا جيت لكم المركز مرتين تمام، والعلاج اللي كنتوا عطينه له خلص، وانا عايز اقابلك انت شخصيا علشان انا لسه ما ارتحتش، انا اعصابي لسه تعبانه، وموضوع الجماع ده ما بينفعش معايا لسه، طيب. والعلاج اللي كنت واخده في خلص طيب يا ابو احمد، يا ابو احمد نعم. اللي موضوع الجماع بقى ايه بالظبط اللي بيحصل معاك؟ ما فيش اعصابي، ما بتقومش، ما اعصابي تعبان. طيب يعني في عدم انتصاب يعني؟ هي طب بيحصل وانت اول ما تلمس الزوجه، ولا وانت بعيد وانت قريب؟ لا ما بيحصلش الا بعد ما انام وادفع دقه الفجر كده. طب بيحصل يعني ارتخاء وانت اثناء الجماع نفسه؟ ايوه بيحصل. ولا بيحصل ارتخاء قبل ما تلمس زوجتك اصلا؟ لا بيحصل وقت الجماع، بعد فتره بسيطه خالص بيحصل ارتخاء. طيب بص يا ابو احمد، انت ممكن تكلمني بعد الهواء بس، في حاجه هنقول لك عليها تعملها، موضوع ان شاء الله هينتهي باذن الله بعد الحلقه. ان شاء الله. القام على الشاشه، كلمني على 011. ماشي. هو حضرتك ايوه، انا عايز انت اللي تقول لي على الموضوع بالظبط، عشان انا ما ارتحتش وجيت لكم مرتين، تمام. وعايز اشوف الموضوع بتاعي ده. طب كلمني بس على 011 بعد الحلقه، لان هو الرقم اللي هو هيبقى قريب مني بعد الحلقه، وانا هرد عليك ان شاء الله يا ابو احمد. نشكرك. طيب
عشان نقدر نفيد ونقدر نستفاد من الكلام اللي بنقوله، ان قصة السحر ده مش مجرد ان انت هتنظفه من جسمك او من الرقية يبقى كده القصة انتهت، لا، ده له طريقة في العلاج ولازم ينضف من جسمك صح، ولازم من اصل السحر ده بيأثر على اعضاء في جسمك. يعني زي ما الاخ ابو احمد كان بيتكلم دلوقتي، هو عالج السحر لكن في اثار ترتبت على وجود السحر في جسمه فتره كبيره، فهو عايز خلاص عالج السحر كل الاعراض تروح من عنده، ده مستحيل طبعا، لان في سحر اثر على اعصابك، اثر على عضوك الذكري، اثر على كذا، لازم الاول في علاج تاخده عشان قادر الموضوع يفضل معاك لما الجهاز العصبي عندك يكتمل زي ما كان متاثر عليه. لكن ده سحر في المعده، دمر المعده، فمش مجرد انك ترجع السحر القصه انتهت، لا، في تعب جسماني، تعب عضوي حصل من وجود السحر في جسمك، لازم يتنظف او يتعالج السحر دهوت، او يتعالج الاعراض اللي ظهرت ديت بعد خروج السحر بعلاج او علاج طبي او علاج باعشاب او غيره. ان شاء الله خير ابو احمد باذن الله. طيب، علشان كده طبعا زي ما احنا قلنا ان السحر المنفوخ دهوت بيلجأ له الساحر لو هو يعني سأل اللي راح يعمل السحر، يقول له انت هتقدر توصل السحر ده ولا مش هتقدر؟ هتقدر توصله له، يبقى كده خلاص انا هنبدأ نتعامل معاه ايه؟ نبدأ يتعامل معاه ويديله السحر ويقول له روح مثلا اكله له او شربه له. طيب انا مش هيقدر يوصله له ويقدر يحط له في اي مكان مثلا اكل او شرب او غيره، خلاص السحر بيبدأ يتعامل منه لنفسه ويقول له خلاص ادفع فلوس اكتر وانا هنبعت الجن واكله لك وشربه لك للمسحور. اول اعراضه واعراضه تبقى ظاهره وقويه على الانسان نفسه ان الانسان بيحلم ان حد بياكله على طول او بيشربه. عشان برضه ليه بياكله وبيشربه؟ لانه الجن بينفخ السحر ده على اكل او شرب، تمام، فيبدا عايز يوصله للمسحور، فيبدا يخليه هو نايم بالليل يحلم انه بياكل، يحلم انه بياكل لحم مثلا، فيبدا يصبح الصبح او بعدها بشويه يكره موضوع اللحمه ديت، او يكره موضوع الاسماك، او يكره كذا، او يكره مثلا الشرب ايا كان نوع المشروبات اللي بيشربها مع انه كان بيحبها. وممكن يحصل العكس انه يشرب المشروب ده بسرعه، يعني يحب يحس انه عايز يشربه على طول، او ممكن يحصل انه يتوق نفسه انه خلاص عايز نشرب المعين وبعد ما يجي قدامه يحس انه هيرجع او مش عايز يشوفه قدامه او يسمع سيرته حتى مع انه كان في اشتياق انه يشربه. طيب يبقى طول الليل بيحلم ان حد بيشربه نوع عصير معين مثلا، ايا كان ليمون مثلا بيشربه، لبن بيشربه، ايا كان نوع الشرب اللي بيشربه له، ويبقى مستلذ بالاكل. وبيحصل في اوقات كتير انه ممكن الجن ياكله لحم عفن، يعني يجيب له دايما رميم مثلا او جيفه او مثلا شيء قذر ويبدا يوكله له. يعني في درجه ناس تقول لك انا حلمت مثلا زي من الاخت اللي كانت بتصل بيا من شهر تقريبا من الاسكندريه، بتقول لي انا كنت بنحلم ان حد بيشربني دم حيض او بيشربني دم دوره، بعدها بيومين بالظبط نزل عليا نزيف ما لهوش علاج طبي، ولفيت عند الدكاتره كلها، وانا دلوقتي هنشيل الرحم، ولما قلنا لها لا خلاص انت ما تشيليش رحم ولا تعملي شيء، لما جت المركز ان شاء الله يعني ابتدت تتعالج وابتدى السحر يروح من عندها، لان ده سحر معمول بدم دوره منفوخ على اكل او شرب، وهي شربته ابتدى ياثر على هرموناتها وابتدى يخلي النزيف ينزل عندها. سماح. الو. اتفضلي. الو. اتفضلي يا سماح، سامعك. ايوه، عايزين نكلم الشيخ رابح. انا سامعك، اتفضلي يا اخت سماح. الشيخ رابح. ايوه سامعك. الله يخليك، الله يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك يا رب. نحن من جني. ربنا يبارك فيكم يا رب، اهل جني كلهم. معلش، بص انا جت بنتي من جني السنتين عندها. ماشي. اتفضلي قولي يا ام. اختي بنتي جت عندك من سنتين. تمام. ها؟ بستمع كويس يا ام احمد. ايوه حاضر. اطلعي في مكان في شبكه. أيوة. بعيد عن التلفزيون بقى. بعد من التلفزيون ماشي. اسمع اسمع، انا من جني. تمام. بنتي من لها سنتين عندها الجع. تمام. ماشي؟ تمام. دلوقتي يعني هي خفت، بس يعني كل ما جاء عرس يرجع ثاني. لكن الاعراض اللي في جسمها راحت خفت منها؟ لا لسه. ايه اللي بيحصل لها طيب؟ بيحصل لها انت عامل ظهرها واجعها وجسمها بيوجعها. طيب هي عندها كم سنه يا اخت سماح؟ كم سنه؟ كم سنه؟ ها؟ 20. 20. طيب ما خطبتش ولا مره قبل كده؟ لا خالص. بس في ناس بتتكلم عنها ومحدش يطلع من بره بره. طب بص يا ام سماح، هتقراي سوره الشورى، سوره من 21 ل 22. ما نحن حنجي يا اخت سماح، حنجيها. اسمعيني طيب. سامعيني يا اخت سماح، هتقراي سوره الشورى، سوره الروم من 21 ل 22، وسوره الشورى من 49 ل 52.
تقرأي دول 10 مرات على حلة فيها مياه كبيرة كده وتستحمى منها لمدة أسبوع، وكل ما يكون في عريس جاي لك البيت تستحمى منها وترش مياه في البيت. تمام؟ إن شاء الله ده هيكون فيها فايدة كبيرة جدا بقدر الله تبارك وتعالى. اقرأي سورة الروم من 21 ل 22، سورة الشورى من 49 ل 52. اقرأي كل حاجة من دول أو كل آية من دول 10 مرات، وبعد كده تستحمى بيها أسبوع كامل، وخليها عندها شوية مياه تستحمى كل ما يكون في عريس جاي عندكم البيت تستحمى وترش مياه في البيت، عشان لو في حد برشيلة حال البيت بوقف حال ان شاء الله تخلص منها قبل ما العريس يخش البيت. نشكرك. طيب علشان كده بنقول ان السحر المنفوخ دوت يبقى اعراضه قويه على الانسان ويبقى له صوره قويه. صورته القويه انك تبدا تحلم انك بتاكل وتشرب، ومن اشدها انك تحلم انك بتاكل جيف او رميمه او غيره، وتبدا على طول متاثر وفي عفونه في طالعه من بوقك، او تحس ان على طول انت عندك عفونه طالعه من بطنك، وحس ان في حرجان او نار على طول طالعه من معدتك، او على الاقل انك دايما تحس ان في عفونه على طول في نفسك، او ريحه عرقك تبقى وحشه على طول، مش مستريح حتى من ريحه عرقك نفسها. ممكن انسان يقول لي انا ما كانش ريحه عرقي وحشه وكنت انسان طبيعي جدا، وبعد فتره لقيت ان الملابس الداخليه بتاعتي بتبدا تصفر جدا، ويبدا عرقي ريحته وحشه، وريحه نفسي وحشه، وريحه شعري وحشه، وريحه ملابسي على طول تحس ان فيها عفونه. طبعا ده من ايه؟ لان هو اترشله او اتنفخ له السحر على اكل او شرب، وهو كله او شربه وابتدى عرقه، حتى عرقه بيفرز المادة بتاعت النجاسة او العفونة اللي كان عليها السحر، ايا كان نوع العفونة اللي كان بيها السحر. تاني شيء او تالت شيء ان هو على طول ان هو ما يحبش الاكل اللي بياكله في المنام، او يحبه بشراهة، يعني على طول يحس انه الاكل اللي كاله بالليل ده ونايم يبقى عايز ياكله على طول. طبعا في ناس تقول لك يا عم الشيخ حد هيحلم ان على طول حد بياكله؟ في ناس عندها السحر ده وبتتعب بالموضوع ده هوت، وبتحلم فعلا بالاحلام الوحشه ديت ان حد بياكلها عفونه او غيره. زي ما كان حد بيقول لي انا نحلم على طول ان بناكل لحم عفن، على طول نحلم ان بناكل نتانه، على طول نحلم ان على طول احلام وحشه ان بناكل عفونه، بناكل براز او بول. طبعا الموضوع ده هوت يمكن حتى كان متصل من ساعتين بيتكلمني ويقول لي انا بنحلم ان على طول في الحمام بناكل براز. فليه بياكل براز؟ لان الجن اللي معاه هو نفسيته ديت او شخصيته ديت انه بيحب ياكل العفونه ديت، فيبدا على طول يخليه يحلم انه بياكل هذه العفونه. العرض الرابع انه على طول عنده فقدان في الشهيه، ملهوش نفس الاكل خالص، مهما عنده على طول مهما اكلته او مهما حطيت له من اكل قدامه يقول لك على طول انا ماليش نفس الاكل، كان في صخره في معدته ماليش نفس الاكل. يبدا طبعا يخس، او الانسانه دي تخس حتى لو هي مقبله على الزواج او غيره، يحصل عندها نحافه شديده جدا، وطبعا النحافه دي بتنتج عنها اعراض امراض قويه زي مثلا طبعا انيميا عاليه جدا، فقر في كرات الدم البيضاء والحمراء، على طول عنده نفسيا متدمر، صحيا متدمر، لون جسمه على طول تحس انه مريض، اول ما تشوفه كده تقول ده انسان مريض بكلى او مريض بكبد او غيره، مع ان هو ما فيهوش اي اعراض من الامراض دي اصلا. طبعا على طول عنده تعب غير مبرر طبيا او غير معلل طبيا في الجهاز الهضمي، على طول يقول لك انا حاسس ان معدتي دي فيها نار، حاسس على طول اني مش قادر نهضم الاكل، حاسس ان الاكل على رجعه زي ما هو، او حاسس ان البراز بينزل زيه كانه اكل عادي. طبعا ده كله ليه؟ لان هو كل او اتنفخ له السحر على اكل او شرب، والجن بياكله له كل يوم بيخليه يستغني عن الاكل اللي هو بياكله الطبيعي، ويحط له اكل هو من معاه عشان ماده السحر تنتشر في جسمه وتبقى أقوى عليه وأقوى. طبعا زي ما احنا قلنا إن البقع عنده في ملابسه الداخلية على طول بقع حمراء أو زرقاء تبقى في ملابسه الداخلية، أو بقع صفرة زي الحنة كده على طول يجلع هدومه، حس إن كأن في مثلا حلبة مكبوبة عليه، أو على طول عنده ريحة عفونة في ملابسه على طول. طبعا ده بيبقى على طول غير طبعا حالة هيجان على طول وحالة عدم استقرار، وعنده نفسيه تعبانه يقول لك انا قرفان من نفسي، يعني انا مش طايق اكلم نفسي حتى. ليه؟ لان هو واكل السحر او شربه على سحر منفوخ. زي ما احنا قلنا ان السحر المنفوخ دوت تبقى اعراضه متميزه عن اي سحر تاني، لان الانسان اللي بيجيله ده السحر دوت بيبقى اعراضه متلاحظه على طول، يحلم انه بياكل اكل او شرب او غيره. طيب علشان خاطر نقدر برضو نرد على سؤال الاخ علي،
ازاي نعرف ان اي انسان قدامي هل ده سحر، عنده سحر مرشوش، عنده سحر او نوع سحر على طول عنده، نعرف ازاي ان الانسان ده مسحور قدامي؟ ازاي بتعرف يا عم الشيخ؟ طبعا دي اعراض بتبقى ظاهره عند الانسان زي ما احنا قلنا، دي اعراض عامه للسحر. يعني ايه اعراض عامه للسحر؟ يعني كل انواع السحر اللي احنا بنتكلم فيها، ان كان ماكول ولا مشروب ولا معلق ولا مدفون ولا منفوخ، 6 انواع سحر ده هم دي يبقى لهم اعراض عامه. يبقى لازم اي نوع سحر من دهوت يسبقه الاعراض العامه ديت اللي هي الصداع القوي جدا. واحد يقول لي يا عم شيخ انا الصداع دوت مش قادر، مش لاقي له حلول، او غير مش لاقي له حلول طبيه، على طول عندي تعب، على طول عايز نخبط دماغي في الحيط من شده الصداع، ومهما خدت من مسكنات ومهما خدت من ادويه مفيش حل طبي لهذه الاعراض. تاني عرض اللي هو الم في الظهر قوي جدا، على طول يقول لك انا عندي الم او تقل في ظهري مش قادر نتحرك، او اي مجهود يعمله يقول لك انا حاسس ان القطنيه ديت هتنفجر، او حاسس ان شايل حمل عليه، مع انه انسان مثلا ممكن يكون يعني ضعيف بنيان وضعيف وضعيف مثلا ونحيف وكل رياضي وكل رشيق، بس هو مش قادر ظهره كان في واحد جاسم ظهره. واحد تاني يقول لي يا عم الشيخ انا حاسس ان ظهري مكسوم. تمام، مفيش مشكله، هتمشي. علي ايوه شيخ، اتفضل. السلام عليكم. سامعك، اتفضل. معلش يا شيخ انا كنت مع حضرتك من شويه، فقدت فاصل او كده. معلش حضرتك بس ما كملتش اجابه السؤال الشيخ بتاع التحصينات، اللي هي تحصينات اثناء قبل السحر وبعد، لو جالي السحر وانا قلت التحصينات. ماشي يا شيخ، وانا يعني جالي السحر، يعني جالي السحر وبعد ما جالي السحر قلت بقى التحصينات والاذكار، ايه تاثير الاذكار في وقت السحر ما نفسه؟ يعني تأثيرها على جنه بيهدى شويه عليك، لكن هو شغال في شغله زي ما هو. يعني التحصينات اصلا، بص يعني هو عشان احنا لو نرجع للحلقات اللي بنتكلم فيها، بنقول لك ان القران الجن ما بيتعبش من القران ولا بيتاثر بالقران ولا بيتعب منه. تمام؟ تمام يا شيخ. سامعني علي؟ فهو الجن ما بيتعبش من القران، عشان كده الجن بيسمع قران زيك زيه، ممكن كمان لو انت ما قراتش قران يقول لك يلا سمعنا ايتين قران عشان ما سمعتش قران النهارده كمان. تمام؟ على ده كله له هدف ان انت ما يحسش او انت ما تحسش ان عليك سحر اصلا او فيك جن اصلا. احنا بنقول ان الجن ما بيتعبش من القران، الجن ده جن مخطط وفاهم يعني ايه قران، عشان كده ما بيتعبش منه، لكن ممكن يتعب منه تعب توبه. يعني ممكن الجن ده عشان خاطر يتاثر بالقران تاثيره الوحيد اللي هو التوبه، انه يتاثر انه عمل الذنب، فيبدا يعمل لك مثلا تنميل في جسمك، او يحس ان انت تبكي مثلا بكاء بصوت واطي، ده تاثيره كانه واحد عامل معصيه وبيتوب منها. لكن يصوت ويصرخ والكلام ده هو لما يسمع قران، الكلام ده هو مش مظبوط اصلا، وان الشيوخ ضحكوا بيه على الناس ان الجن اللي بيسمع قران بيصوت ويصرخ، وان لما يسمع الرقيه هيعمل كذا ويخلي كذا، وده كلام مش مظبوط طبعا ولا اصل له في الدين، لان الجن بيسمع قران احسن من الشيخ. لكن بنقوله على اذكار يا اخ علي، ان الاذكار ديت بتحصنك لو انت ما جالكش اصلا جن السحر. لكن لو جالك جن السحر خلاص الموضوع انتهى، وبيبدا الجن يتعامل مع سماع القران وسماع الاذكار، ويبدا يتعود عليها معاك ويقول لك يلا سمعني كمان اذكار وسمعني قران، لانه اصلا عبد ربنا خلقه ونزل عليه رساله زيك زيه. يعني لو جبت انت واحد كافر مثلا يهودي او ايا كانت ديانته وسمعت قران، وهو جاي لك عشان يعمل عندك خطه عشان ما تحسش بيه، جاسوس مثلا، فالجاسوس دوت الاول ما تسمع القران هيقول لك انا ظهرت ده انا جاسوس؟ لا طبعا، هو بيبقى عارف هو جاي يعمل ايه. السحر هو بعته جاي له هتسمع قران وهتسمع ايات كذا وهتعمل كذا وخلي كذا وهيقولوا لك كذا وتعمل كذا، اوعى تطلع. فالجن جاي اصلا بدماغ موحده ودماغ عارف هو هيعمل ايه، وعارف انه هيسمع قران، وعارف انه هيروح للشيوخ لما يتعب البني ادم اللي عليه، وكل الاشياء دي هو جاي مستعد لها، فبيبدا يستسلم او يبدا يتاقلم مع الانسان المسحور، ويبدا يعيش معاه كانه انسان عادي جدا، ويسمع معاه قران ويحج معاه ويصوم معاه ويروح معاه في اي مكان مالوش اي يعني قران، ما بيأثرش عليه اي تاثير الا تاثير التوبه فقط. علشان كده بنقول الاذكار تحميك لو انت لسه الجن السحر ما جالكش، خلاص هو هتبعده عنك، لكن لو جالك خلاص انتهت، لازم ينضف من جسمك السحر، بلسم السحر الاول، وبعد كده الشيخ يتعامل مع الجن الخادم المكلف بالسحر ايا كان نوعه. تالت عرض اللي هو سقوط في الشعر، يقول لك على طول انا عندي شعر بينزل، وبنقوله ان طبعا الشعر دوت له طريقه في نزوله عند الانسان، يعني لو كان الشعره بتنزل بالبصيله نفسها يبقى السحر ده وصل للدم فعلا وابتدى ياثر على الدم نفسه، عشان كده الشعره بتنجلع من جدرها، علشان كده يبقى الشعر او الدم ضعيف جدا
في فروه دماغك، يعني لو كان الشعره بتتقصف من بعد الجدر ده بيبقى لسه السحر ما خدش قوته، لو كان الشعر نفسه ضعيف وبتلخبط وكده ده بيبقى السحر ما برضه اضعف شويه لكن قوي برضه، فبيبقى كل شيء له درجات. عشان كده بنقول ان الشيخ بيسال على كل صغيره وكبيره في الانسان المسحور عشان خاطر يقدر يستنتج نوع السحر اللي عنده، وصل الدم ما وصلش الدم، حتى من الشعر نفسها، لان الشعر ده اضعف شيء في جسم الانسان، اضعف في شيء في جسم الانسان ده هو يتاثر من السحر تاثر سريع. عشان كده الشيخ بيسال انت شعرك بينزل ما بينزلش، بيتقصف ما بيتقصفش، شعرك بيتلخبط ما بيتلخبطش، في ناس بتقص شعرها من شده اللخبطه عشان هي مش قادره تسرحه مهما عملت له من امكانيات تجميله كده. صابر اتفضل. ازيك يا شيخ راضي؟ الله يكرمك اتفضل. ان شاء الله انا رحت الشيخ جلال يوم يوم 31 يوم اخر يوم في السنه. تمام. رحت ببنتي ومسجل هناك الكشف، وبنتي ومرات بنتي، وسالت على حضرتك قال ان هو في شغل يعني. تمام ربنا يكرمك يا صابر. فحضرتك المشكله اللي عندي بنتي ما فيش جماع، فمشكورا الشيخ جلال قال لي ده في حاجات في القبر وفي حاجات على نجمه وفي حاجات في الميه. تمام. فاخدت هناك ب 1000 جنيه. طيب رجعت السحر؟ ما فيش للاسف، ان هم لسه زي ما هم، وهو تقريبا برضه نسيبي بقى واتصل بحضرتك. تمام. بعد مني برضه قبل ما نيجي. ولسه زي ما هم، ما فيش جماع طبعا. رجعت السحر يا اخ، يا اخ صابر رجعت السحر؟ نعم. رجعت السحر؟ ما فيش للاسف، لسه زي ما هم. يا اخ صابر اسمعني بالله عليك بس. نعم. خدت العلاج رجعت السحر؟ للاسف ان ما فيش حاجه لسه زي ما هم. يا عم اسمعني الله يرضى عليك بس. اتفضل. انت ايه ما خدتش العلاج يا اخ صابر؟ خدت العلاج والله. لا ما خد، رجعت السحر؟ ها؟ لو رجعت السحر يبقى بنت ضحكت عليك وما خدتش العلاج، ما تجيبش الذنب عندنا احنا. تمام؟ فاحنا مش هنروح نديهولك ان خلي بنتك تاخد العلاج انا. تمام؟ لو بنتك خدت العلاج كانت رجعت وكانت صحت، لكن ما خدتش العلاج دي مش قصتنا احنا يا اخ صابر. معايا هو؟ احمد معايا هو؟ تمام. يا اخ صابر. يا اخ صابر كلمني عشان بس ما يقولش انا قطعت عليك، لا. تمام. لو انت اخ بنتك خدت العلاج ورجعت السحر والله كانت خفت. لكن برضه عشان اوصل لك شيء برضه، ويكون ديت انا بنقولها على الهوا، ان الجن مش غبي علشان خاطر يخلي بنتك زوجها ما يجامحهاش. تمام. بنتك هي اللي بتعمل او في اكتر اعراض عندها هي اللي بتعمل الكلام ده. لو بنتك عندها جن في الرحم وتكلمنا الكلام دوت تكرارا ومرارا عشان الشيوخ ما يشغلوش الناس، لو بنتك عندها جن في الرحم ومش عايز الجن يخلي جوزها يجامعها يحصل ارتخاء عند زوجها اول ما يلمسها. لا بنتك تكفر رجليها ولا تصوت وتصرخ اول ما جوزها يلمسها زي اللي هو عصر عند بنتك. بنتك الحاجات دي هي اللي بتعملها بنفسها. لكن لو بنتك مسحوره ومعمول لها جن سحر وهو اللي مانعها من الجماع، من غير ما بنتك تصرخ ولا تصوت ولا تعمل حاجه خالص، اول ما زوجها يلمسها يحصل عنده ارتخاء. ده هو السحر. تمام. طب لا يا عم الشيخ، ده اول ما جوزها يلمس تقعد تصوت وتصرخ، يبقى بنتك اللي بتعمل الكلام ده. طيب احنا الشيخ جلال كلمها واقنعها وقال لها اللي انت بتعمليه ده غلط، واللي بتعمليه ده انت اللي بتعمليه، لكن زوجك لو جه يلمسك وحصل عنده ارتخاء يبقى عندها سحر ولازم نعالجوها، وده عندنا وان شاء الله نعالجوها. لكن هي اللي بتعمل الكلام دهوت يبقى مش قصه شيخ بقى، يبقى دي قصه بنتك اللي بتعمل الكلام دهوت عشان مش عايزه زوجها يجامحها. فانت خلي بنتك تاخد العلاج ترجع السحر لو هي عندها سحر، خليها تخلص من القصه ديت وتعيش حياتها الطبيعيه. طيب نشكرك. ظهور بقع حمراء او زرقاء في جسمها على طول، ودايما الانسان على طول يحس انه كان حد مجرسه، طبعا بيبقى اكتر الموضوع ده فوق رجليها من فوق، تقريص فوق رجليها من فوق، او على طول في الصدر خربيش على طول يحس ان في كان حد مخربشها من صدرها وكده. عدم انضباط الدورة عند النساء، في مشكلة في الدورة على طول، ودايما الدورة يتأخر يتجدد يحصل نزيف او غيره، لان الهرمونات عندها بتبدأ تلخبط اول ما يجي لها السحر. خربشة بالجسد، وطبعا الاصابة ببعض الامراض العضوية على طول، يقول لك انا على طول عندي امراض عضوية ملهاش علاج، او يفقد مثلا شيء من حواسه على طول، يحس ان دراعه بنمل مش قادر يحرك رجليه مش قادر يتحرك. وطبعا عشان الاخ صابر برضه نرجع له، الاخ صابر كنا خدنا منك 1000 جنيه. المشكله ان الناس بتيجي بعربيه مخصوص وتضيف العربيه علينا احنا. تمام. لكن احنا ما عندناش علاج للفرد ب 1000 يا عم صابر الله يرضى عليك. تمام. عشان برضه ما يقولش الشيخ انت كان، لا ده انا مش عايز، ده يا ريت تدخلنا تاني لان تمام.
الله يرضى عليك، عشان مش كل واحد بقى يضيف العربيه علينا. هو جاي مثلا من الصعيد جايب عربيه ب 800 جنيه او مثلا ب 600 او ب 700، يقول لك ما انا رحت للشيخ صرفت 1000. طب انا مالي بال 1000؟ ما تيجي مواصلات. مش قصتي ديت، تمام. لكن احنا ما عندناش علاج بالارقام ديت الا لما يكونوا حالتين ثلاثه، ممكن تكون تعالجت امها وتعالج زوجها وتعالجت هي مثلا لو كان عندها سحر وراثي او غيره، يبقى انت تعالجش بفلوس، لكن مش بنتك بس تعالجت ب 1000 وما تضيفش العربيه علينا زي الناس كلها بتعمل. نشكر. طيب نرجع الموضوع للنوبات. طبعا نوبات صرع على طول قويه بتبقى عند الانسان دهوت، او ممكن ما يكونش صرع، يعني الصرع ده بيبقى حاله متقدمه في علاج السحر او تكليف الجن على الانسان او سيطره الجن على الجهاز العصبي عند الانسان، فيبدا يعمل له صرع، وطبعا وجع بتجي له يقع ويجي له اغماء والكلام ده. ضيق في الصدر، يقول لك على طول انا حاسس ان صدري مخنوق متضايق، مش طايق نكلم حد، مش حاسس بنفسي، عايز ننفجر في اي حد. طبعا ده بيبقى من اعراض السحر العامه. بكاء لا ارادي على طول، عنده بكاء لا ارادي، يقول لك انا بنبكي مش عارف بنبكي ليه، يقول لك انا بنبكي مش عارفه بنبكي ليه، اول ما نشوف خطيبي نبكي، اول ما ندخل بيتنا نبكي، اول ما نسمع سيره الفرح بتاعي جرب بنبكي. ليه؟ لان ده السحر بيعمل، بيأثر على الجهاز العصبي عندها وبيعمل لها غم في نفسها عشان ما توصلش لفرح. حاسه سادسه انها تحس بالشيء قبل ما يحصل، وطبعا ده بصوره قويه، يعني كل شويه تقول لك انا حاسه ان في حاجه تحصل وبتحصل بالفعل. طبعا صدود عن ذكر الله، صدود جزء وصدود كلي. ممكن قرين والجن زي ما احنا قلنا لما بيجتمعوا مع بعض بيتحدوا على الانسان، يبداوا يخلوه ايه طبعا بين مطرقتي سندال، ويبدا كان في ناس بتضرب فيه بتدمر فيه. واحد بيأثر على فكره عشان يبعده عن العباده، والتاني بيأثر على جسمه عشان يعمل له امراض عضويه وغيره. طبعا دي الاعراض بتظهر اثناء اليقظه، في اعراض تانية بتظهر اثناء النوم، اولها الارق الشديد جدا، طبعا ينام وكانه ما بينامش اصلا، جلج، ينام وجوم كظهره في الليله، كوابيس اول ما ينام كان في حد بشد عينه ويبدا يدمر فيه، يحرقه مثلا او يقتله او يرميه مكان عالي، احلام مفزعه، الاحتلام انه يحتلم على حد من محارمه، انه بيحلم ان حد بيجمعه بيحبه او بيكرهه، او بيحلم ان مثلا بيجمع امه او اخته او اي حد من محارمه. طبعا عشان الوقت الحلقه خلص، يعني نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك